نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. الخطوط التونسية تعزز أسطولها بطائرة جديدة، ومنظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية برفع يدها عن قضايا ذوي الإعاقة. وفي تفاصيل، تسلمت الخطوط التونسية اليوم السبت طائرتها الرابعة من نوع إيرباص A320U ضمن برنامج اقتناءات لتدعيم أسطولها في ظل انتعاشة قطاع الطيران بعد تقلص قيود كوفيد-19. في موضوع آخر، طالب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري لمزاتي اليوم السبت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لثالث من ديسمبر من كل سنة، وزارة الشؤون الاجتماعية برفع يدها عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإلائها إلى هيكل وطني صلب رئاسة الحكومة، مهددا بحراك احتجاجي وحملات مناصرة في حال لم يتم الاستجابة للمطلب. وأضاف يسري لمزاتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة بعنوان الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة أن من أوكد مطالب المنظمة هو أن ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية وصايتها عن قضايا ذوي الإعاقة باعتبارها غير قادرة على مراقبة تفعيل القوانين في الإدارات التونسية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تخلي جميع الوزارات عن دورهم في الإحاطة بهم. وعبر عن امتعاضه من تملص جميع الوزارات من دورها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية عن فرض تفعيل القوانين، وخاصة في الإدارات التونسية التي تستندها في أغلبها إلى البيروقراطية، رغم وجود ترسانة هامة من القوانين لفائدة ذوي الإعاقة لم تفعل على أرض الواقع. أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيته تنظيم حملة مناصرة من أجل توفير خدمات شبكة الصرف الصحية في المناطق التي يعاني سكانها من عدم توفر هذه الخدمات. وذكر الديوان في بلاغ له اليوم السبت أنه سينطلق قريبا في إنجاز عمل ميداني للوقوف على ما وصفه بالتقصير الحاصل من طرف الديوان الوطني للتطهير، مشيرا إلى أنه سيكشف عما وصفها بالتجاوزات والإخلالات الحاصلة في شبكة الصرف الصحية. ودعا متساكني العديد من المناطق التي تعاني من الحرمان من خدمات الصرف الصحي اللائق ومن حقهم في التمتع ببيئة سليمة إلى الإبلاغ عن حالات التلوث بالمياه المستعملة سواء كانت صناعية أو منزلية. في أخبار العالم، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن اليوم السبت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القاهرة ضمن جولة خارجية بدأها ملك الأردن في وقت سابق من اليوم غير محددة المدة، تشمل أيضا الجزائر وإيطاليا وفق بيان للديوان الملكي الأردني. وذكر البيان بأن الملك والسيسي أكد اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين والحرص على تعزيزها في شتى المجالات، وشدد الزعيمان على مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر والثلاثي مع العراق والبناء على اتفاقيات مبرمة تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمات للقضايا العربية. كما تناولت مباحثات ملك الأردن والسيسي آخر المستجدات في المنطقة والعالم، إذ تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشتركة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الخطوط التونسية تعزز أسطولها بطائرة جديدة، ومنظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية برفع يدها عن قضايا ذوي الإعاقة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.